عاشتني مصر اللي أهلها طيبين واللي نسهر فيها جدعنة السنين. مصر اللي نسهر فيها صباحي من غير ما نبقى عمرنا خايفين. خلف الهرم ومركبة في أسوان ونكت والضحك بين الناس في كل مكان. أكلة سمك في اسكندرية ليها العجب وفرح بيتأجل شهامة قصاد شارع في صوان. وإن الوقاح نصمته على الكورنيش وحسابنا كان خلي يا سيدي تعيش. فين كل ده وازاي ما يوحشنيش ناسها الأصيلة وأهلها الجدعان. واللمة والتشجيع كده في الاستاد عيلة وبنات زي القمر وولاد. وخرجنا من غير الرجوع بمعاد. وحشتني مصر يا مصر والله زمان. وحشتني مصر يا مصر والله زمان. شهم وجدع واللي معاه مش ليه واللي يجيله يشيله فرص وشيل. وفي عز دقته برضه دمه خفيف يقسم معاك اللقمة لو كانت حياة ورغيف. وتزوره تبقى انت اللي صاحب البيت ويبقى هو كأنه عندك ضيف. نشكر الشؤون المعنوية للقوات المسلحة أنها تفاعلت مع الانتصار بشكل سريع وعاجل بهذا الشكل. نعم هنتعامل مع هذه الانتصارات على أنها إنجازات كبيرة إن شاء الله هنحققها. الفرحة بتجمع كل